هل يجب على كل مسلم أن يتعلم ويعرف كل الأسماء والصفات ومعانيها، خاصة إذا كان جاهلا لا يقرأ ولا يكتب؟ نعم، يجب أن يعرف الله عز وجل كما وصف نفسه، لكن ليس على الطريقة التي يجب أن يعرفها كل عالم، وإنما يأخذ الخلاصة، يعني يأخذ عقيدة الجاهلية. إيش قال الله فيما يتعلق بهذا الخلاف القديم بين السلفيين والخلفيين؟ الله فوق ولا تحت؟ لا فوق. هذا الذي ينبغي أن يعرفه كل مسلم. الله قال في القرآن بأنه يجيء، الله قال ذلك، وأذهب عن نفسك التشبيه الذي يلقنه هؤلاء المدعين العلم، أبعد التنزيه بسماعك للآية السابقة ليس كمثله شيء، وسورة الإخلاص الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلما بيقرأ المسلم العامي هذه الآية بده يمر عليها وهو لا يفهم ايش معنى لم يكن له كف، يجب ان يفهم انه ليس له شبيه ولا نظير وليس له مثيل، هذا معنى الآية. اما الدخول في هذه البحوث التي هي في الحقيقة اشبه ما تكون بعلم الكلام، فهذا ليس العامي او اي مسلم الواجب عليه، لكن يجب قبل كل شيء أن يكرف نفسه أن يؤمن بما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يمشي خطوة ثانية أنه يؤمن كلما قرأ آية وأشكل عليه فهم معناها أن يسأل أهل العلم كما قال تعالى: فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يسأل من أهل العلم إلا كما أشار إليه في نفس الآية أن يكون من أهل الذكر، وأهل الذكر هم أهل القرآن، وليس أهل الذكر هم الذين يرقصون في الذكر. أهل الذكر هم أهل القرآن، وليس أهل القرآن إلا هؤلاء الذين يدعون المسلمين جميعا إذا اختلفوا في شيء أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح.